من العضلات المهمة واللي دائما نركز عليها عضلة البايسبس. في هذه الحلقة مع الكابتن حسين الناصر راح نكون معاكم مع تمرين جديد يركز على مثل ما نسميه بالكويتي الزند أو البايسبس مثل ما هو متعارف عليه بالنادي الصحي أو أيضا بين المدربين، وأفكاره اللي دائما يطبقها في هذه العضلة. بعد الفاصل بتشوفون تمريننا وأفكارنا ومعلوماتنا الصح والغلط أثناء تمرين البايسبس. طبعا احنا معاكم مرة ثانية من بعد الفاصل، أكيد مستمرين في برنامج بادي بيلدينج مع البطل يعطي العافية الكابتن حسين الناصر اللي يعطينا مجموعة كبيرة من المعلومات على حسب خبرته الشخصية واحتكاكه مع كبار المدربين في الكويت وأيضا أبطال العالم اللي احتك فيه من خلال البطولات اللي شارك فيها. كابتن حسين مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. بعد يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. لعبنا الحلقة الماضية اللي هو أو أنت لعبت وأنا معاك اللي هو 1x1 أو together الباي. كان التركيز حلو. تكلمنا عن التركيز والسرعة والأمور الصح والغلط، لكن الحلقة البارح ما يبطاري كم مثلا جولة ممكن تكون في التمرين هذا؟ هو احنا نفضل 4 جولات ستاندر 4 جولات في عرفت في التمرين. كم تكرار؟ التكرار راح يكون 15 15 12 12. هذا الستاندرد بالنسبه لك؟ هذا الستاندرد بالنسبه لي، بس كل تمرين لها عدد معين، كل زاويه لها عدد معين عشان شنو لا تحرق العضله. وترتيب التمرين ايضا يفرق في عدد الجولات والتكرار. هذا اتحاد كان التمرين الاول اللي هو التبادل او اللي مع بعض أو اللي تقدر. اليوم ايش عندنا من تمرين كابتن؟ اليوم عندنا استطاله اللي هو احنا نسميه الهامر. اوكي باللغه العربيه راح يكون استطاله. استطاله عرفت؟ اي فالهامر راح يكون هم بالدامبلز. حلو راح نلعبه اولد سكول. يوم اولد سكول العب اولد سكول. عرفت؟ انا معك. اي فهو ايش راح يصير؟ بسم الله زين 1x1. اوكي اوكي في ناس تلعبها هم توجذر زين وتنزل شوي شوي هم التركيز. اي زين وفي ناس تلعبها اساسا تتحرك هم الساعد ماله اللي هو الطريقه هذه. هو الطريقه هذه اللي كثير كذي. لا همن تشوف سيده اكثر كذي قصدك اكثر داخل. شوف يعني كانك تقط اكتافك. اوكي زين وتلعبه كذي. شيء صح ولا غلط؟ ايوه كذي عليك نور وتنزله كامل كذي. هذا مو متعود التمرين هذا. ايوه احاول انا. ايوه هو شويه صعب. مو صايده صعب يعني. شوف انا الحين شلون واقف. اي بس اقطهم كذي عليك نور. اوكي بس. يعني يبي لي مره مرتين ثلاثه فش راح تتحرك او يمكن يبي لي وزن اكثر من كذي. راح تحرك الساعد مالك ايه؟ ونفس الوقت الباي طالت الباي خلاص كمل هذا. هذا بالنسبه حق التمرين هذا. لكن ايه؟ التمرين العادي العادي انا مره اشوف مثل الناس يسوون كذي. هذا لا اشوف مثل الناس يسوون كذي. شوف انا ابي الصح والغلط. الصح والغلط انا اقول لك صح. هذا هو لما يسوي كذي العب دامبل تبادل احسن لي يعني. عرفت مو طاله بدخل التمارين ببعض كل شيء شابك يبي يخلص. حلو فانت شو تسوي؟ تركيزك راح يكون سيده كوعك ثابت زين تنزل كامل كامل كامل. صعده لوين؟ صعده لما يمسك لما يصير سكويز على العضله نفسها يعني خلاص ما في مجال بس فلت الحين وياك صح؟ تنزل كامل ايه؟ تصعد تكفل بس كفلت ما تقدر اكثر. اي تنزل كان بس شنو تركيز ما تسوي كذي. لا كذي بعد خلاص يعني قاعد اسخن. ما انا احس هاي تسخين عليك نور مثل ما قلنا في اول حلقه بوم وبس ضخ دم راح يصير. انت تفضل كابتن حسين انك تلعب 1x1 ولا تلعب 1؟ انا افضل ان كل تمرين كل ما يصير عندي تمرين باي اغير. ما اخلي شيء ستاندر ما اخلي شيء ثابت. يعني ممكن تلعب اليوم بدامبل اليوم ممكن العبها مع بعض تقدر. اليوم الثاني تبادل اليوم الثاني راح يصير تبادل اليوم الثالث ممكن جهاز ممكن كيبل. لازم اغير. حلو يعني ما بيعود العضله على بس تمرين واحد عرفت؟ لانه راح تتعود خلاص راح تتعود. اي فانت شو تسوي؟ تسوي فيها شوك تفاجئها بشيء جديد عرفت؟ لازم حلو حلو عليك نور. فلازم لازم العضله هي تبي كذي بالضبط. زين الحين انا جيت النادي لعبت اول تمرين اللي هو اللي عطتني البارح ايه؟ اللي هو التبادل
خلصت اربع جولات حلو 15 15 12 12 عدل ريحت لي 40 ثانية دقيقة 30 ثانية شربت لي ماي شوية عليك الرقم دش التمرين المباراة اللي هو الهامر الهامر بما ان لعبت تبادل فهالمرة لعب اثنين مع مثلا توجذر على قولتهم عدل اي اي شنو لعبت هامر اذا لعبت مع بعض توجذر مع بعض العب على الاقل 1 باي 1 1 باي 1 حلو كم جولة العب التمرين هذا؟ هم من اربع جولات اربع جولات عرفت؟ احنا دائما نخلي مرات الهامر اخر تمرين راح يصير 12 12 10 10 اها فهمت قصدي؟ هذا كان اخر تمرين اخر تمرين شنو؟ خلاص انت لا تحرق العضله راح تكون هي يابسه اوريدي اوريدي ماكو مجال ضخ فيها دم زياده ما في ضخ دم زياده لان هي فول بومب على قولتك فيها فول بومب ايه؟ عرفت انت ما تبي تحرقها ايه؟ فايش تسوي؟ عدد قليل بس تركيز اكثر و تسوي لها حلو. بس اذا انا يعني دخلت التمرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحين في مجال ان عندك تلعبها 15 12، نفس التمرين الاول، نفس الطريقه، نفس الشيء عادي، يعني فيك باور، فيك نتحدى بعض من يتمرن صح. شوف انا مع وزني كنت اقل من وزني. لا تزعل، افو عليك افو عليك، عشان بعد لا تقول بيبوقني بالوزن. والله ثقيل يا رب، طالما خفيف عرفت. الحين 1 باي 1 ولا توجذر؟ كيفك؟ توجذر؟ يلا توجذر. كم طقه؟ الحين 12 12، تبي 15 15؟ تونا خلينا التمرين 15 15 15. يلا 1 2 3 واحد. زين قاعد شوف حاشك بوم. تعبت. ايوه كامل. يا جماعة وصلنا معاكم إلى ختام الحلقة، بناخذ فاصل وبعد الفاصل نواصل في برنامج شنو؟ راح نكون مستمرين. يا سلام عليك. وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج، برنامج بادي بيلدينج، وكان معنا الضيف حسين الناصر، هذا البطل المميز، وعطانا معلومات كثيرة ومنوعة عن عضلة البايسبس. باكر بنكون معاكم وتمرين جديد لعضلة جديدة مع البطل حسين الناصر. في أمان الله.